فهمت لك سؤال اخر كلمه قالها سفيان وبعد نتيك بتبيعه تعطينا رايك في نسبه المشاركه. سفيان كان يقول هل سيستخلص قيس سعيد الدروس؟ لن يستخلص قيس سعيد الدروس. عليه السعيد كان مثلا عنده 3 سنين وعنده عام ونص يحكم واحد. وانا شخصيا انت خدت لي في حياتي فرصه وحيده وهو رئيس قبل ما يولي رئيسا مما قبل. هو رئيس كان ذكر مره استدعى 12 مايو تقريبا كنت حاضر من ضمنهم من عديد الكتاب بما فيهم حركه النار تحية تونس شعار طيار اختراق. كان يكلمني نفسه هو ما يسمعش فينا. يمكن كنت انا الوحيد ولا ثم انا دخل ما غنيناش كلمه. انا ابو من الدنيا فهمت تقول شو تحب انت يرفض راه ما يمشوش. وقتها كان وقتها شنو الوضعيه اللي كانت؟ كانت ازمه اداء اليمين في التحليل الحكومي عن المشيش. يعني الناس كانت تبحث عن حل بس شكون من الوزراء اللي ما تحبهمش طيب بدل قلنا شكون تحب في بلاصتك خلينا نعديو العقبه خلي الحكومه تخدم على روحها. نحكي غير قانون ما قلتش كلمه. لا ما كلامه كان ما يسمع اللي ارميتيك يقول لي مقتنع بمنهاج معين. معناها الانصار اليوم يقولوا له سيد الرئيس انصار الاحزاب كنا معطين سيدي ولا وين بين وراء الطبقه السياسيه هذه ما ثماش طبقه سياسيه ثم قيس سعيد لا ثم حكومه ولا طبقه سياسيه ثم واحد واحد ولا يجي لا يتقدم. معناها علاش نغلط وخايفين على مشاعر واحد يحكم وحده يعمل اللي يحب هو بعد كي يخطئ يبداو يلبسوها للمعارضه والطبقه السياسيه وما نعرفش شنو. سي محمد المسليني كان معنا قبيله قال الكل مساهمين في هذا الفشل. في شنو مساهمين؟ انا عملت قانون انتخابي، انا عملت زي، انا عملت دستور، انا عملت برنامج، انا حطيت 400 تزكيه، انا نحيت الاحزاب، في شنو مساهمين احنا؟ يعني احنا من قبل عامين من قبل عام ما يعمل 25 جويليه قلنا نجي نعملوا حوار. السماع اقتصادي في الاساس خلي السياسه على جنب. راهي البلاد ما شفناه خايف. ما يسمعكش يقول لك اي ومن بعد يعمل في مخه علاش تقول لي وثم سنتين يقول انتخابات الاساس تبقى الاوان. والله انا نبهت في الدعوه هذه اليوم. خاطر انتخابات الاساس تبقى الاوان اش معناها؟ معناها يا رئيس ما عادش لازم تصلح رئيس انت. ونخليه مع عندنا حاجه مثل يا قاعد يحسنوا تسيير هذه البلاد. دونك نحيو نبدل نعمل انتخابات الاساس واش؟ واذا كان قلت نعمل الاساس هو اقرار ضمني أنا الرئيس فشل. الفاشل تقول له ارحل. ماذا على الرئيس أن يفعل الآن؟ لحظة أو في أفضل الحالات تقول له الرئيس بدل اللي جا نحكيه. أخذ من العليات من عن جهة نتاعك ويجي يحكي مع المجتمع المدني والسياسي والمنظمات والناس الكل خنشوفوا حل. رانا اليوم خنفرزوا شوية فور دي دراماتيزي. راه 8.8% عبارة ممكن معجز معناها نفس في برنامج الرياضي اليوم انتخابات دون حضور جمهور. رغم نسبة السحب اللي كان في القانون الانتخابي ب 10% من الجسم الانتخابي. احنا معناها هم شفعوا باقل من سحب الوكالة. صحيح. راه نسبة التضخم اكثر من نسبة التطويف اليوم. نسبة التضخم 9.8% راه مش قاعدين نحكيه. ثم الحمله كلها. يا اخي ثم انتخابات في تونس. انا اليوم نهار كامل وتو حتى بعد غلق مكاتب الاقتراع وصدور النسب عملت زرت على القنوات الكل تلفزيون الكل ثم قناه واحده تحكي عن الانتخابات. بلاش قاعدين نحكيو سي نبيل خاطر احنا ما قاعدين نسمع شنو هو؟ شو يحكيو نحب نعرف الاعلام العمومي طريقه تعاطيه الكره هاي. العمومي هاي. العمومي بنفسجيه ناس معناها مع الرئيس من العشيه من الصباح وهم مع الرئيس صدقا معناها تتفرج فيها تقول رجعنا 20 سنه تالي. يعني الاخرين كان نصلح الاخرين والرئيس باهي وحتى النسبه هذه راه مش خايبه راهي الديمقراطيه تبدا بشوي بشوي على اساس احنا دينا الديمقراطيه تو اليوم باش نبداو احنا في الدينا 2011 تقطعنا مع السابق النسب فاتت 60%. اما اليوم هو قطع مع العشره اللي سمي فيها وصلت ب 8.8% ولازم نسمو اليوم نجح معناها في القطع. هو شعار قيس سعيد مو شعب يريد. اليوم الشعب قال له راني لا اريد ما تفعل. نبيل فاروق بوعسكر قال لك هذه انظف انتخابات هذاك علاش اضعف نسبه مشاركه قال لك هذه انظف واحسن انتخابات من 2011.
تعرف هذا يعني انا سمعت من قبيل على أي. يعني انه هو كان مشارك في مهد فاروق بوعسكر في تزوير الانتخابات واحد اما اكثر من هكا يعني انا 3800 ولا 900 اللي جابهم قايس راي في 2019 ملا كان ب 100 فاتت خاطر نسبتهم اكثر من 8.8% دونك اي انتخابات فيها اكثر خلينا نقولوا من 10-15% راهي ب 100 فاتت دونك تعجب ودايا اسال سؤال لقايس راي وللمدير ومحكمه المحاسبات تستشهد بها فاروق بوعسكر هو للامانه سينبي للامانه سينبيل هو سي فاروق من العسكر أي. مربطش ما بين سامحني مربطش ما بين نظافه الانتخابات ونسبه مشاركه صحيح فقط صحيح قال اضاف لا لا ما تقريبا قال فقط انظف انتخابات مربطهاش بنسبه المشاركه تفضل سينبيل الان باهي تفضل لماذا لم يحصل سينابيل تجم تاخذ بلاصه اخرى في ريزو خير من هذا شويه لانه نوعيه الصوت رديئه شويه اي لحظه بس لحظه بس انا معك سي نبيل معنا نبيل الحاج القيادي في حزب الديمقراطي قال بانه رئيس الجمهوريه لا ارجع لا لا ارجع ارجع بحث في لندن سي نبيل تسمع فيا ولا اي نسمع فيك اي هكا اي هكا باهي نجمو نسمعو اوكي شوف لماذا لم يحصل المرشح قيس سعيد على حكم من محكمه المحاسبات يقضي بقبول حسابه اليوم الناتي هذا انا حصلت على الحكم هذا وجبت فلوس من عند الدوله تمويل العموم المرشح قيس سعيد يتحداني يمشي لم يحصل على ذا الحكم دونك نحكيو على المال ثم يا اخي يجي في التسيير مش احاله ستة مترشحين يلموا التسيير بالفلوس وهذه نظافة إذا كان شديد ستة راهم 68 ما شديدهمش راهم واليوم أنا سمعت مراقبين وعزيز ويحكيوا على الماء راهو يشد قيس سعيد بحكم الشعب التونسي ماهوش شعب سويدي راه اللي بيع صوته عام 2019 يبيعوا اليوم واللي بيعوا اليوم يبيعوا بعد غدوة يمكن قدمنا 15 في 6 سنين الوعي والثقافة الديمقراطية تكبر ومع بعضنا لازمنا نكبروها باهي سي نبيل عمليا الان اعطانا سرحان منذ قليل معناها فجر قنبله صغيره الان على البلاتو فما عريضه قاعده للدور مع بعض النواب السابقين في المجلس تدعو سرحان كان ذكرنا تذكر بالنسب المشاركه السابقه وعدد المصوتين وربما ماشيين حسب المعطيات اللي عند سرحان في جلسه افتراضيه. ما عنديش علم الحقيقه بالعمليه هذه وما نعرفش شكون هم النواب خاطر المهم زاد سمعت شكون الناس اللي هم ما نعرفش النواب لاباس ولا حركه ائتلاف الكرامه وقلب تونس. حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس هذا غيرلي ما عندكش واتساب يا نبيل ما عندكش وما عندكش حتى حد من التيار الديمقراطي ليش بكون غير معني بغم معني او غير معني ما قلقني نشوف المهم ممكن نفرض البيان به الان عمليا سي نبيل شنو هي الخطوات يعني الحوار فقط هل تعتقد بانه الرئيس يقبل ولا سيقبل الحوار مع معارضيه؟ صديقي هو الرئيس حتى مع متنديه لم يقبل الحوار يا اخي ما بودربال اسمه في حتى بودربال وبالعيد ومن محفوظ ما متنديه واصدقائه وقبلوا حتى سدوا معناتها ولا خايف المشكلة شنية حبيب الله هبط بيان وقول شنو يعني عندك آليات مجلس نواب الشعب راهو تسكر بالعسكر راهو ماهوش الشعب عكس ما يتقال في البلاتو ماهوش الشعب اللي خرجنا مجلس نواب الشعب راهو الشعب انتخبنا وانا شخصيا وانا وحدي جيت باهي قلت لن يحاور لن يقبل الحوار اي ما شنو الخطوات القادمه شنو نعملوا سي نبيل؟ قلت الشعب التونسي راهو وضح انه اليوم ما يهموش انتخابات قيس سعيد وعلما انه الفشل هذا مش فشل الانتخابات هو فشل قيس سعيد حتى عمل كل شيء هو القانون والاستشاره والقانون والليبي والحب انت والتاريخ كل شيء وهذا هو اللي فشل دونك مسار فشل دونك 25 جويليا اللي يحكي على مسار 25 جويليا انتهى كان قيس انا قلت سابقا طلع بالشعب يريد ولن يتراجع الا بشعب يريد يعني ما قلتش لن يتراجع ويعمل ما كنتش نقول ينظر لمصلحه تونس الا بشعب يريد والشعب ما يهمش 8.8%
ولا حتى 20 ولا 30%. لكن سي نبيل هاو الشعب هذا اللي ما يريدش اللي يريدوا قيس سعيد واثبت ذلك من خلال الرقم هذا زاد وقت اللي دعيتوه للبديل هذا والخروج ما حبش يخرج لا هو مع قيس سعيد لا هو ضده ايش عملنا تو في الوضعيه هذه معناتها. وانا سمعت قلت لك ما يهموش انتخابات ما يهموش اصلا الشعب التونسي كان تقول له نقعدوا من غير برلمان يقول لك دبروا روسيا. هي شنو الحل اش نعملوا؟ الشعب التونسي يهمه جوستومون مشاغله الاقتصاديه والاجتماعيه وضعيه انت كما قلت يشيل صف على الحليب اكثر من صف على الانتخابات. لا معاك فرقوا الحليب في الهاجس اليومي نتاع الشعب اغلبيه الشعب الهاجس نتاع اليوم هذه معناتها. باهي تراش بانه هو ماهيش مقاطعه سي نبيل هي عزوف اليوم الشارع عنده اهتمامات اخرى المواطن عنده اهتمامات مساله حياتيه دواء ونقل وغلاء اسعار وفقدان المواد الاساسيه معناها اليوم انا بدي عملت جوله قلت خنشوف قبل ما الواحد يطلع على البلاتو درت من الصباح العشيه ندور ما فماش انتخابات ما فماش انتخابات بكل لكن علاش نقراها بانه الشعب ضد قيس سعيد علاش ما نقراوش بانه الشعب اليوم غير مهتم اصبح الشعب التونسي غير مهتم بالشان السياسي مثلا انا ما قلت الشعب ضد قيس سعيد لا لا نعطي فيك في سؤال اي نجاوبك اصلا المنظومه اللي يقولوا اسقطها قيس سعيد ولو اني هي منظومه من جزء مش يا اخي لو كان مثلا وفرت التلقيح والدواء والاكسجين قبل 25 جويليا يتحلمت من الشعب لو كان ما عملوش قسطنبالي في المجلس ودار كبرت يتحلمت اللي يهم الشعب التونسي هو حياته. وهذا اللي خلى معناها التوانسه شيئا فشيئا يقول لك السياسه ما تبدلنا شيء. دونك هو عزوف على شنو؟ هو عزوف عن مشروع قيس سعيد. مش معناها هما ضد قيس سعيد. يعني مشروع قيس سعيد واضح 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 سي نبيل وصل للموقف نتاعك. واضح سي نبيل. يقنعهم ان فيه اصلاحي احوال واضح شكرا لك سي نبيل الحاج قيادي بحزب التيار الديمقراطي هل يقبل رئيس الدولة الحوار الان معز انا نتصور صعيب انا نفس رايي مع هل يمكن الحاجة. ان يجد مبررات الان رئيس الدولة ان شاء الله كما ما قلت انا تصير مراجعات حقيقيه بالنسبه لرئيس الجمهوريه وبالنسبه للناس المقربين ليه والاحزاب اللي دعمته والناس اللي دعمته خاطر كان باش نمشيو في منطق اللي سمعناه شويه حتى من